تعرض دوار إمجاد التابع لجماعة إنشاد بإقليم أشتوكي أيت باها ضواحي مدينة أكادير لصدمة بعدما تم الكشف عن فضيحة أخلاقية حيث تورطت زوجة رجل في علاقة غير شرعية مع أخ زوجها وفي تفاصيل الحادث المثير للريبة تفاعلت المصالح الدركية ببلفاع بسرعة وجدية مع شكاية الزوج وقامت باستدعاء الزوجة وعشيقها حيث تمت مواجهتهما بدلائل الزوج ليعترف بربطهما علاقة غرامية مدة من الزمن وتم احالة المشتبه بهما على النيابة العامة للتحقيق لكشف ملابسات الواقعة